الأخ يقول إن البلد خليط من طوائف تنتسب إلى السنة. تعرفون أن الذين ينتسبون إلى السنة كثر، يعني الأشاعرة يقول نحن أهل السنة والجماعة، ويعني طوائف الصوفية تقول نحن أهل السنة والجماعة، والسلفيون يقول نحن أهل السنة والجماعة إلى غير ذلك. يقول وهناك خطر مشترك، يعني هناك شيوعيون، هناك روافض، هناك مثلا العلمانيون إلى آخره، فهل يعني نفارق هؤلاء وهؤلاء؟ أنا أقول ليس من الحكمة أن يكثر السني جبهات الخلاف والخصومات، وليس معنى ذلك أيضا أن يصمت عن بيان الحق، ولكن يتعامل مع هؤلاء برفق ويدعوهم إلى الله عز وجل، ولا يظهر معاداتهم، فإنهم أقرب إليه قطعا، أنهم أقرب إليه من الرافضة ومن اللادينيين والملاحدة وغير ذلك، فيجب أن يتعاونوا إياهم على الحق الذي يجمعهم، ولا يمنعه ذلك من أن ينكر بعض ما مثلا ينقمه عليهم، لكن لا يجعل منهجه هو نصب الخصومات مع هؤلاء والتشاغل بذلك عن الخطر الأشد، فإن هذا ليس من الحكمة، بل ينبغي أن يرتب الأولويات ويبتدئ بمدافعة الخصم الأشد والمشترك، وفي الوقت نفسه يبين حقيقة مذهب السلف وما عليه أهل السنة.